اهلا وسهلا بكم طلابنا الاعزاء صف السادس الاعدادي، ورجعنا لكم مره ثانيه حتى نكمل السلسله اللي بديناها، واحنا بعدنا بالفصل الثاني. بالفصل الثاني راح نتكلم عن موضوع اللي هو، ولازم تحفظون الاسم مالته، اللي هو الاكسبكتيشن، التوقع. بالنسبه للتوقع طلابنا الاعزاء، يجب ان تخلون ببالكم انه العمل يكون في الجملة الثانية. يعني الطلاب الأعزاء يجب يصير العمل والتحويلات مالتهم بالجملة الثانية. طيب، هل الجملة الأولى نحذفها أو الجملة الأولى نبقيها؟ هنا عندنا مشكلة. شنو هاي المشكلة؟ يعني إذا رحنا إلى الأسئلة الوزارية، فراح نلقاها في أسئلة 2015. نجي نشوف هنا، هذا هو النقطة السابعة. النقطة السابعة إذا تذكرون طلاب، هنا نطق السؤال expectation، وهاي الجملتين اللي احنا نسوي عليهم تحويلات. لكن إذا رحنا إلى الأجوبة النموذجية، السؤال الثالث النقطة السابعة، آسف، السؤال الثالث النقطة السابعة، هنا راح نلقاهم حافين الجملة الثانية ومشتغلين على حافين الجملة الأولى ومشتغلين على الجملة الثانية. راح الطلاب يعتبروها، يقولون إنه هذا دليل على إنه الجملة الأولى يجب أن تحذف. لا، هذا مو دليل، لأن إذا رحنا إلى الدليل الوزاري، الدليل الوزاري هاي الحلول النموذجية، هاي الجملة نتكلم عن lost، يعني ها طلعها، نعم شوف هاي الجملة اللي تتكلم they trained hard I don't think they will lost the match. lost the match ما نتكلم عن هاي الظروف جاية خارجية. فعلى العموم شوف هنا الجملة الثانية، الجملة الأولى منزلها ما حاذفها في كل الجمل. طيب، إذا كان هذا الكلام صحيح وأن الجملة الأولى يجب أن لا تحذف، طيب ليش بالحلول الوزارية حاذفها؟ هو بالحلول الوزارية ما حاذفها، لكن هاي إشارة إلى المصححين أنه التغييرات صايرة بالجملة الثانية، أما الجملة الأولى تنزلها أو ما تنزلها هذا بحث آخر. اللي يريد يقوله أن الجملة الأولى يجب أن تنزل بالجواب، يجب أن تنزل بالجواب، لأن إحنا قاعد نمشي على الدليل الوزاري. أما بعض الأساتذة يقول لك لازم تحذف الجملة الأولى، بعض الأساتذة يقول لك لازم تحذف الجملة الأولى. لا، مثل ما رويناكم بالدليل الوزاري أن الجملة الأولى يجب أن تنزل. طيب، هسا عرفنا أن العمل يكون بالجملة الثانية، شنو اللي راح نسويه؟ راح نسوي شغلتين. الشغلتين هي أولاً حذف، الشغلة الثانية تحويل. أوكي، شنو اللي نحذفه وشنو اللي راح نحوله؟ تحذف الـ I think في حالة المثبت بالمثبت، وتحذف الـ I don't think في حالة النفي. شغلتها سهلة، إنه إذا كانت المسألة فقط الحذف، طيب التحويل إيش راح نسوي؟ التحويل عندنا حالتين. أولاً إذا عندنا كينونة، الكينونة اللي هي الـ is والـ am والـ are والـ was والـ where إلى آخره، إذا لقيتهم فراح تقلب إلى should be. لكن لما تحذف الـ I don't think، هذه حالة المثبت، لما تحذف الـ I don't think راح تخلي shouldn't be. أما المسألة الأخرى، إذا عندنا will، فالwill راح تصير should في حالة النفي shouldn't. أكو مسألة دائما يغلطون بها الطلاب، إنه هاي الwill يجيبوها مختصرة. يعني شلون؟ يعني على سبيل المثال جيبوناها مختصرة مع الـ I، فمن تريد تحولها مو تحولها كلها، لا تحول فقط الـ will اللي هي مختصريها. يعني راح تصير الجملة
I should. وفي حالة النفي I shouldn't. خلينا ناخذ مثال على هاي الأمر. ناخذ عدة أمثلة. على سبيل المثال She runs fast. I think she will win. هنا المطلوب السؤال راح يقول لنا سويناها expectation. Okay. فهنا الجملة الأولى مثل ما قلت تنزل She runs fast. الـ I think نحذفها الشي تنزل وعندنا هاي الـ will راح تصير should when. خلينا ناخذ مثال آخر He has money I don't think he will stay home at the weekend. مثل ما قلنا لكم طلابنا ان الجملة الاولى راح تنزل ما علاقة بها he has money. الجملة الاخرى نحذف الـ I don't think من عندها اللي هي تنزل الـ will راح تصير shouldn't السبب لأن احنا عندنا نفي حذفناه صارت shouldn't ونكمل الجملة stay home at the weekend. موضوع الاكسبكتيشن ما بي اي تفاصيل ما بي اي شغلات إضافية هذا الموضوع بكل بساطة بكل سهولة. خلينا نجي على الأسئلة الوزارية وخلينا نشوف شلون نتعامل وياهم أو شلون نحلهم. راح ناخذ ثلاث نماذج اللي هي من 2016 ناخذ 2016 نموذج لأن يعتبرون 2016 هي أصعب الأسئلة الوزارية اللي اجت بيها. هنا عندنا هاي الجملة اللي تتكلم expectation تمام هاي الجملة احنا راح ناخذها وراح نخليها بورقة الأجوبة. بالنسبة للجملة الأولى تنزل ما لنا علاقة بيها I think, I don't think راح نحذفها وبالنسبة للذي تنزل وهاي الول راح تصير shouldn't السبب اللي صارت shouldn't يعني احنا عندنا حالة نفي فصار shouldn't lost the match لا lose the match آسف. خلينا ناخذ مثال من 2019 هاي الجملة لكن بعضهم يعتبرون هاي الجملة سهلة ريد لنا جملة وهي هاي الجمل ما بيها صعوبة يعني كلها تشتغل على هذا الشغل التمهيد هي 2020 ناخذ هاي الجملة هنا يا شباب مثل ما سولفنا لكم ان الجملة الاولى راح تنزل ما لنا علاقة بيها ال سو نزلها ال I think نحذفها ال I تنزل ال will تصير should pass مثل ما قلت لكم طلابنا الأعزاء إنه ما يصير تحذفون الفاعل مع ال will إذا كان عندنا مختصرة ما لنا علاقة بها لأن هي أصلها will فأنت تشتغل هذا الشغل. هم جابوا جملة عن الكينونة؟ نعم جابوا جملة عن الكينونة هي أصلا موجودة بالكتاب لكن خلينا نشوف نعم هاي الجملة ما قلنا لكم
الجملة الأولى راح تنزل so لا I think نحذفها ال it تنزل أما ال is راح تقلب إلى should be faster ونكمل الجملة than the other one. وهذا اللي يسأل ليش ال is تصير should be. هاي الشد احنا راح نخليها من عندنا، اما هاي الاز لازم لان الشد جرى فعل مجرد لازم احنا الكينونه تقلب الى البي. اوكي قدرنا نزهو هذا الموضوع بكل سهوله بكل بساطه، ما بي اي تعقيد وزاريا هذا النمط. صحيح انه بعض الاساتذه راح يدمج لك يقول لك احنا نريد الاكسبكتيشن تدمج لها مع في الشرطيه، نعم اكو بعض الطلاب يراسلونا على هذا الشيء ويجيبون لنا امثله انه الاساتذه مالتهم يطبقون في الشرطيه مع الاكسبكتيشن، او يقول لك احنا نريد الباسيف المبني للمجهول في حاله الاكسبكتيشن. فهاي مسائل ما داخله وزاريا يعني تقدر تغض النظر عنها، لا ضل تركز فيها. يعني المساحة اللي التفكير اللي عندك خليه فقط للأشياء الوزارية. أنا طلابنا الأعزاء إذا أعجبكم الدرس يا ريت تسوون اشتراك، إذا أنتم على اليوتيوب انشر الفيديو بين جماعتك، يفيدنا تعليق حلو لايك، شكرا جزيلا.